قل بحارب أصدافها وحلزوناتها كانت وراء فكرة كارل لاجرفيلد مصمم دار أزياء شانل لتقديم مجموعته لربيع صيف 2012، فأطلت العارضات وكأنهن حوريات بحر يخرجن من أصداف ولآلئ منثورة في بحار. شهد بريق اللؤلؤ على الفساتين إلى جانب الصدف الذي كسى بعضا من تلك الفساتين، وبدت عارضات أخريات وكأنهن نباتات بحرية تتحرك بهدوء وسلاسة في المياه العميقة. المجموعة مستوحاة من أشكال مخلوقات البحر. انظر إلى الأسماك، كم تبدو أنيقة وجميلة. أنا أحب دائما الغوص في مخيلتي. تدرجت ألوان المجموعة من بيج رمل الشواطئ إلى الأسود الذي نسق مع الرمادي، مرورا بالزهري والوردي والأبيض الذي رصع بالبايات، والتي ظهرت وكأنها قطع أصداف مكسرة، وفساتين باللون الأزرق البحري للتذكير بوحي المجموعة. استخدمت أقمشة عصرية لحياكة المجموعة كالفايبر جلاس، النايلون، البوليستر، لكن ليس البوليستر الذي كان يحاك في البدلات الرجالية في الماضي. أما الفساتين والصنادل الفضية فشاركت في المجموعة لتمثل صدف البحر. بعد مشاهدة هذا العرض أصبح لدينا الرغبة في أن يأتي الربيع المقبل بأسرع وقت. إنه عرض خيالي رائع ومشرف. عرض مذهل على الإطلاق، ليست فقط الفساتين بل الديكور أيضا. خلافاً لمصممي الأزياء الآخرين، يقوم كارل لاجرفيلد مصمم دار شانل للأزياء برسم الكثير الكثير من الفساتين على ورق، ومن ثم يختار القليل منها كي تحاكى وتعرض ضمن مجموعته. ليث بزاري، العربية، باريس.